القمر عشان يتنفس بيتنفس ازاي؟ هنفرض عندنا نظام الويندوز، البرنامج بيبقى موجود في ايه؟ في اكس اي فايل، صح؟ هو الاي اكس اي فايل ده بقى موجود في ايه؟ هنفرض كده برنامج زي ايه، نكتبه كده بايدينا بسرعه جدا، برنامج سي اهو، هنكتبه احنا بايدينا، void main، ونكتب مثلا عرفنا فيه اكتر من variable، الفاريبل الاولاني اسمه integer x بتساوي 3، و integer y بيساوي 5. دي local ولا global variable؟ local، دي جوه function عموما. طب global، الجلوبال بنعرفه هنا دبل مثلا z بتساوي 2. يعني ايه global؟ يعني احنا لو عندنا function تانية هنا اسمها void sum، الفانكشن ديت لو انا جواها قلت سي اوت، لو انا جواها قلت سي اوت للزد ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع، لان ده جلوبال. لو انا قلت سي اوت للاكس ما ينفعش الكلام ده. الاكس موجوده جوه مين؟ جوه المين، هي مش شايفاها، هي جوه القوسين دول، صح؟ طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ اللي البرنامج دوت بيتحول لاي اكس اي، تحول لملف اي اكس اي. الاي اكس اي بيبقى مكتوب فيه ايه بقى؟ بيبقى فيه جزء كده اسمه الستاك. الستاك دوت بيبقى موجود فيه كل اللوكال فاريبلز، يعني والواي، وفي حاجه اسمها، في حاجه اسمها الداتا، وده بيبقى موجود فيه الجلوبال فاريبل اللي هو مين؟ الزد. وفي حاجه اسمها التكست، التكست ده بيبقى موجود فيه الاوامر، سي اوت، سي اوت. ولو احنا عاملين هنا عمليه جمع مثلا، زد بيساوي اكس زائد واي، ودوت مكتوب في الاول، يبقى هو الامر ده الاولاني، يبقى ده الامر الاولاني اللي هو اسمه مين؟ اللي هو اسمه مين؟ زد بيساوي اكس زائد واي، دي الاوامر. يبقى الميموري البرنامج الاي اكس اي بيبقى مكتوب كده. الاي اكس اي دوت بقى بيتاخد زي ما هو كده، يتحط في الميموري، يتشال في الميموري، تمام؟ وطبعا بيبقى فيه اجزاء تانية، بس ده المهم بالنسبه لنا، ده مثال توضيحي. كله، كل ده بيتحط في الميموري، كل ده في الاول بيتحط في الاي اكس اي. ولو انت عندك، لو انت بتشتغل على نظام ويندوز، لو عملت كليك على الاي اكس اي دوت، كل دوت هيتنقل فين؟ في الميموري. يبقى الميموري هيتحجز لها لكل برنامج، واول ما يتنقل في الميموري، بالمناسبه البرنامج بيبقى اي اكس اي، اول ما تشغله وتحط في الميموري عشان يشتغل بيبقى اسمه بروسيس او تاسك. بيبقى اسمه ايه؟ بروسيس او تاسك. لا، انستنس ديت حاجه ثانيه، اللي هو حاجه من الاوبجكت، انستنس اللي هو اوبجكت من كلاس، تمام؟ البرنامج بيبقى اسمه بروجرام، اول ما يشتغل او يبقى في الميموري بيبقى اسمه بروس او تاسك، تمام؟ طيب في الميموري بيبقى محطوط الكلام ده، حلو كده؟ بيتنفذ ازاي بعد كده؟ هو كده احنا شلناه حطيناه في الميموري، ده اتحط في الميموري، صح؟ بيتنفذ ازاي؟ بيتنفذ كالتالي، في كاونتر، الكاونتر ده واقف على اول امر بيشاور عليه، ده اسمه الايه؟ الكاونتر. الكاونتر ده دلوقتي واقف هنا بيعمل ايه بقى؟ اول حاجه بياخد امر من الريم، اخد الامر ده، وبعد كده يروح موديه للكنترول يونت، تمام؟ الكنترول يونت تشوف هو امر جمع طرح ولا امر كنترول، ولا جمع ولا طرح، حاجه تانية، تمام؟ يبقى كده عملت له حاجه اسمها ايه؟ ديكود. يعني مثلا دلوقتي الامر ده ايه؟ عمليه جمع، صح؟ عمليه جمع ديت يعني هيروح لمين؟ للايه؟ اليونت. فهي مين اللي هيترجم؟ مين اللي هيقول اللي هو يروح للايه؟ اليونت، الكنترول يونت، السي يو. كده عملت له ايه؟ ديكود. يروح هنا، لما يجي هنا بقى، الفيتش دي نسيت اقول لك، الفيتش دي مش بياخد الامر بس، وبياخد مين؟ الفاريبلز بتوعه كمان،
ما هو الامر عمليه جمع صح، يبقى هناخد عمليه الجمع وهاخد الحاجات اللي تتجمع كمان. اه يبقى خدنا الامر دوت بكل الحاجات اللي احنا عاوزينها عشان ننفذه، ونحطها لمين؟ للكنترول يونت. الكنترول يونت يترجمه يقول ده جمع، مين اللي هيعمل الجمع؟ ال ال يونت. ال ال يونت هتعمل ايه؟ هتجمعهم، بعد ما تجمعهم هترجع الناتج فين؟ في الرام تاني. بعد كده نعمل ايه؟ نعمل فيتش تاني. يعني ايه فيتش تاني؟ يعني نخلي الكاونتر ده يروح على مين؟ على الامر ده ننفذه. وبعد كده يبقى الدورة دي هتمشي على كل ايه؟ امر. الدورة دي اسمها ايه؟ instruction execution cycle. تمام، حلو قوي الكلام ده. واحنا بنقرا من الميموري عشان ننفذ الاوامر، اللي بيحصل كالتالي: الكلوك اهو، ده الكلوك بتاعنا، دي السايكل الاولانيه. انا اتخيل ان السايكل هي ثانيه، مش احنا لما نقول في الثانيه الاولانيه بتبقى سهل يعني، بس هو السايكل مش ثانيه، ده السايكل دي ايه؟ ممكن يكون عندنا سرعه البروسيسور 2.5 × 10^9 ثانيه، يعني كل يكونوا اتعملوا في ولا حاجه، ما كملوش ثانيه، بس احنا نفرض كده بالثانيه عشان ايه واحنا بنتكلم مع بعض. في الثانيه الاولانيه او في السايكل الاولانيه، ماشي، في السايكل الاولانيه، ودي السايكل الثانيه، ودي السايكل الثالثه، ودي السايكل الرابعه. تمام، اللي بيحصل عشان ناخد فاريبل او عشان ناخد حاجه من الميموري، تمام، اللي احنا عندنا ثلاثه بص. الاول بنقول للادرس بص شوف لنا الاكس والواي دول ايه فين. تمام، يبقى الاكس والواي مكانهم في الميموري هيبقى فين؟ هيمشي هنا في الادرس بس. يبقى الاول في اول سايكل في الفتره دي هنشوف هما فين. تمام، وبعد كده في وقت ضايع هنا، حته كده ضايعه كده، الحته الضايعه دي ديت حاجه في الديزاين بتاع الميموري عشان تجيب لك قيمه من العنوان مش هتروح ترميها لك كده على طول، بتاخد وقت كده عندها عشان تجيب القيمه دي من العنوان. الوقت دوت بيبقى اسمه ويتنج تايم. تمام، او الميموري ويتنج تايم. تاني، في قيم موجوده في الميموري عشان نجيب عنوانها اخدنا السايكل دي، عشان عاوزين نشيلها، قبل ما نشيلها بنستنى شويه، بعد ما استنينا شويه قريناها في السايكل الثانيه والثالثه. تمام؟ ايه؟ الحته بقى بتاعت استنينا الحته دي ليه بقى؟ الميموري بتستغرق وقت، الوقت دوت من اول ما تقول لها العناوين الفلانيه انا عاوز منها قيم. هي بتاخد بقى حته وقت كده. تمام؟ ديت في الديزاين كهاردوير يعني. تمام؟ حاجه كده زي لما انت بتدور العربيه. ديلي. برافو. لما انت بتدور العربيه المرش كده بياخد له ايه؟ ثانيتين كده عشان يدور. لكن لما انت بتدوس كوبس الكهرباء، تمام، اخدت بالك اللي هي عشان تريد بتاخد وقت طويل شويه، صح؟ عشان نريد حاجه من الميموري اخدنا وقت طويل شويه، اهو اخدنا بتاع 2 سايكل، صح كده. وبعد كده هننقل البيانات من اول ما بدانا الريد هننقلها في الايه، في الداتا بس. اخدت بالك الادرس بس، اخدت بالك من الداتا بس، دي عملية الريد نفسها. لأن هنا احنا لسه ما قريناش أي حاجة. احنا هنا جبنا العنوان الأول في دي، وقرينا عرفنا نجيب القيم هنا. المطلوب من هنا يبتدي القراية من نهاية السايكل الثالثة. لأ، ما أنت ممكن تكون قريت قيمة تطلعها على طول أول ما وطلعها بقى قبل ما أقرأ لك القيمة الثانية وبرضه طلعها. ممكن يكونوا قيمتين. يعني واحد بيفكر يطلع على طول بيتكلم هو ايوه، يعني احنا عندنا اكس وواي، فاكرين في المثال اللي احنا عملناه اكس وواي، احنا من اول هنا، من اول حته دي لغايه هنا قرينا الاكس، نبعتها ولا ما نبعتهاش بقى، ولا نستنى لما نبعت الواي؟ طب هنستنى فين؟ ما احنا نبعتها على البص وخلاص. تمام، فاحنا بعتناها من اول هنا، ومن اول هنا مثلا قرينا الواي، لما وصلنا هنا نبقى نبعتها من اول هنا. تمام، طيب كاش ميموري اللي انت سالتوني عليها. الكاش ده يا جماعه ليه فيزيكال مينينج وليه كونسبت مينينج. كلمه كاش لو احنا قلنا كاش ميموري
احنا قصدنا ناحية تخزينية بتيجي برضو مع البروسيسور، بتيجي مع البروسيسور غير الريجسترز، بس المساحة دي أبطأ من الريجسترز شوية وأسرع من الرام، والمساحة ديت بتكون أكبر من الريجسترز وأصغر من الرام، وهي برضو غالية تمام، بس هي مش بتبقى معدودة زي الريجسترز. الريجسترز احنا قلنا اللي هي ليهم عدد وليهم أسماء، لا دي كبيرة شوية. فاحنا دلوقتي في السوق هتلاقي المساحات ايه؟ بالميجا، يقول لك 3 ميجا كاش، 4 ميجا كاش، 6 ميجا كاش، صح؟ تمام. الكاش دي يا جماعة سريعة جدا زي ما احنا قلنا، هي كمان سريعة جدا. ايه لازمة الكاش؟ هقول لك انا، لو انت عندك برضه برنامج، لو انت عندك اكس بتساوي 3 واي بتساوي 2 وزد بتساوي 1، وعندنا 3 اوبريشن، ام بيساوي اكس زائد واي، وان بيساوي واي زائد زد، وال بيساوي مثلا اكس زائد زد. اللي بيحصل كالتالي، الامر دوت البرنامج كله بيبقى في الميموري في البداية خالص، قبل ما يوصل للبروسيسور بيتحط الاول في الكاش تمام. فايه اللي هيتحط في الكاش دلوقتي؟ الاكس ومين؟ والواي، صح؟ يبقى الكاش فيها ايه؟ اكس وواي دلوقتي، الكاش فيها اكس وواي. طيب الامر اللي بعده دوت فيه ايه؟ واي وزد. طيب هنروح نجيب الواي من الميموري ولا هي موجودة عندنا في الكاش؟ بدل ما اروح المشوار اضرب مشوار واركب باص، الحاجة المتكررة، الحاجة اللي أنا هستخدمها بتكرار هفضل سايبها في مين؟ في الكاش. بدل ما أضرب مشوار وأركب باص وأروح للميموري، ما أنا أخزنها جوه الإيه؟ الكاش. مين اللي يتخزن دلوقتي جوه الكاش؟ مين اللي اتكرر؟ الواي. يبقى الواي دي بدل ما أروح أجيبها من الميموري أجيبها منين؟ من الكاش. في البداية خالص هو بيبتدي يحط أي حاجة في الكاش، أي حاجة ترجع تيجي من الميموري هحطها في الكاش تمام. ولما اجي اعمل الامر بعد كده هدور فين الاول؟ في الكاش، ما اروحش للميموري. لقيتها لقيتها، ما لقيتهاش ايه؟ اروح للميموري. طب لو مساحة الكاش خلصت هشوف الحاجات المتكررة واسيبها في الكاش، الحاجات اللي ما بتتكررش خليها في الميموري. فهمت الفكرة؟ يبقى دلوقتي لو زادت سرعة الكاش تزيد سرعة الايه؟ البرفورمانس. يبقى الكاش مهم جدا في البرفورمانس. يبقى انت لما بتشتري جهاز اللي بيحدد سرعته سرعة البروسيسور وسرعة الايه؟ الكاش. عشان كده بتلاقي في فرق، مثلا تلاقي بروسيسور ده كور اي 5 وده كور اي 5، وممكن تلاقي فرق 500 جنيه بينهم، تلاقي ده كاش اسرع، ده الكاش بتاعته اكبر، الكاش بتاعته اكبر تمام كده. طيب احنا قلنا الكاش ليها معنيين. المعنى الاولاني كاش ميموري، ده فيزيكال، يعني في مساحة في ميموري موجودة مع البروسيسور. تاني، أول ما أقول لك كاش عموما يبقى هي وسيط بين حاجتين بيتحط فيها حاجات متكررة. إيه الكلام اللي أنت بتقوله دوت؟ جوجل. أنت فتحت جوجل الصبح مثلا، صح؟ فتح لك الصفحة بتاع أو ياهو مثلا، فتحت الصفحة بتاعت ياهو جاب لك شوية حاجات، صح؟ ما أنت فتحت ياهو برضو النهاردة، أنت كمان فتحت ياهو صح؟ هيجيب لك كمان حاجات صح؟ وباشمهندس برضه فتح ياهو. يبقى كل الناس اللي في مصر ممكن تكون هنقول 100 واحد فتح ياهو منهم. كل واحد كان بيعمل ايه؟ يروح الاول يكتب الادرس بتاع ياهو، يروح على السيرفر بتاع امريكا ويبعت له البيانات، وبعد كده الباشمهندس دوت برضه هيروح على السيرفر بتاع امريكا ويبعت له البيانات. طب مش ده مشوار فيه كابلات متوصله بين مصر وامريكا؟ طب هو مش البيانات دي واحده؟ طب ما بدل ما تجيبها من امريكا ما احط لك سيرفر في مصر عليه الموقع بتاعي. السيرفر دوت هو كاش سيرفر تمام،
بدل ما تعمل راوت من بيتك لامريكا، لا هتعمل راوت من بيتك لايه؟ للسيرفر اللي في مصر. تمام؟ والسيرفر اللي في مصر دوت كل بيريود ابقى احدثه منين؟ من السيرفر اللي في امريكا. كل ما يحصل تغيير في السيرفر بتاع امريكا ابقى احطه على السيرفر بتاع مصر، وانت تاكسس بتاع مصر على طول. يبقى الكاش ده كونسبت دلوقتي، يبقى اي حاجه وسيط بين حاجتين دي كاش. تمام؟ يبقى ديت بالنسبه للكاش. حاجه بقى اسمها المالتي تاسكينج. يعني ايه كلمه مالتي تاسكينج؟ يعني ايه كلمه مالتي تاسكينج؟ يعني تشغل كذا برنامج في نفس الوقت، تشغل البراوزر وتكون مشغل فيديو جنبه، او مشغل صوت جنبه، مشغل قران جنبه، وقاعد تسمع وبرضه شغال على البراوزر. هو انت لما تشغل قران وانت بتتصفح الانترنت الصوت بيقف لغايه لما تتصفح، ولا الاثنين شغالين؟ طب الكلام ده بيحصل ازاي؟ بيحصل معتمد على حاجتين، معتمد على سرعه البروسيسور ماشي، وحجم الرام ماشي هنقول، بس انا الحاجتين الاساسيتين سرعه البروسيسور والقصور اللي عندنا احنا. احنا عندنا قصور كبشر. يعني ايه؟ فاكرين الكرتون زمان كانت عامل ازاي؟ بيجيب لك صوره بتاعت حصان مثلا، واقف، وبعد كده يجيب لك صوره اللي بعديها حصان رافع رجله حته كده صغير، بعد كده صوره حصان رافع رجله الثانيه، بعد كده صوره نزل رجله، ويروح مشغل الصور دي. لما تشتغل بسرعه معينه عينينا مش هتقدر ايه؟ تشوف اللي هي حاجه بتتحرك، اللي هي حاجات ثابته ورا بعض، هتشوفها ايه؟ حاجه متحركه. اهو البروسيسور بيستغل الموضوع ده. احنا قلنا سرعه البروسيسور قد ايه؟ ده بينفذ 2.5، ده مثال، في حاجات اسرع، 2.5 في 10^9 الثانيه. طب البرنامج الاولاني في عدد من الاوامر، والبرنامج الثاني عدد من الاوامر، وكل البرامج دي محطوطه فين؟ احنا قلنا في الميموري. لما بتشتغل البرامج بتبقى موجوده فين؟ في الميموري. طيب البروسيسور ياخد له 50 امر من ده وينفذهم بسرعه جدا، ويروح اخد 50 امر من البرنامج اللي بعده وينفذهم بسرعه جدا، وهكذا، وبعد كده يرجع يلف عليهم تاني، كل واحد ينفذ منه 50 امر بسرعه احنا مش هنقدر نديكت. فهيحصل كانه ايه؟ كانهم شغالين في نفس الوقت. هي ديت فكره الايه؟ المالتي تاسكينج. بالنسبه لكل برنامج منهم، يعني مثلا برامج الصوت بيحسب كده يشوف كام فريم هيشغلوا من الصوت عشان احنا ما نقدرش نحس ان الصوت ايه؟ بطيء، وهكذا. فهمتوا الفكره؟ فهمتوها؟ تمام. هو دوت فكره المالتي تاسكينج. طب اثناء المالتي تاسكينج دوت، احنا قلنا البرامج محطوطه في ايه؟ في الميموري، صح؟ برنامج محطوط في الميموري، وبرنامج تاني هنفرض ده برنامج، والبرنامج ده محطوط في الميموري، واحنا هننفذ من هنا امر وبعد كده ننفذ من هنا امر. طب لما احنا حطينا اكس ب3 في الميموري، وفي البرنامج التاني الاكس والواي دي ليها قيم تانيه، مش لازم نحفظ القيم القديمه؟ صح؟ اثناء ما بنحفظ القيم القديمه ديت، يعني نشيل حاجه من الميموري نحطها في البروسيسور عشان تشتغل، هتطلع لها نواتج. النواتج دي هنرميها؟ ما احنا لازم نحفظ البرنامج الاولاني كان هنا شغل الامر ده، ما ده خلص. عرفنا ازاي اللي هو خلص؟ يبقى لازم نحط حاجه في الميموري اللي الكاونتر ده، الكاونتر دلوقتي بواحد، الكاونتر بتاع اول برنامج بواحد، احنا نسمي ديت كاونتر ام، البرنامج ده اسمه ام، ده بروجرام ام، وده بروجرام مثلا نسميه احمد، ده بروجرام اسمه احمد. تمام؟ ليه كاونتر، فهنا عندنا كاونتر اسمه ايه؟ احمد، وهنا عندنا واللي فوق عندنا كاونتر اسمه ايه؟ ام. لما احنا واقفين على الامر ده يبقى الكاونتر ايه؟ بواحد. لو احنا نفذنا الامر ده الكاونتر هينزل، صح؟ يبقى الكاونتر هيبقى هنا، يبقى الكاونتر باتنين، صح؟ بس الاثناء ديت احنا رحنا ننفذ امر من ده، فاحنا عاوزين لما نرجع هنا تاني، عاوزين لما نرجع للبروجرام ام ننفذ انهي امر؟ التاني بقى، مش هننفذ الاولاني، الاولاني يتنفذ. عشان نعمل كده يبقى لازم ناخد الاستيتس بتاع الاوامر ديت نحطه فين؟ برضه في الميموري. يبقى لما بنعمل سويتش ما بين بروجرام وبروجرام بناخد هو واقف فين ونحطه في الميموري عشان لما نرجع له ايه؟ نعرف. ما يبدأش من الأول.
العملية دي اسمها الايه؟ context switching. تمام؟ تمام. هو ايه بقى دور الاوبريتنج سيستم بقى؟ ايه دور بقى الاوبريتنج سيستم في الموضوع؟ هنتخيل البرامج ديت اللي البرامج عاوزة تشتغل. في برنامج ام ده عاوز يشتغل صح؟ هيروح فين؟ هيروح في الميموري صح؟ هيتحط في الميموري يعني. لا احنا اول دوسنا على الاي اكس اي، لا الفيتش دوت لو بننفذ امر منه، امر يروح للبروسيسور ويرجع تاني وهكذا. ده على مستوى الاوامر. احنا بنتكلم بقى هنشغل برنامج عموما، لما بنشغل برنامج احنا قلنا بيتحط فين؟ في الميموري، يتحط في الرام. تمام. احنا برنامج اسمه اكس شغلناه راح في الرام، وبرنامج اسمه واي هنشغله هيروح فين؟ هو كمان هيروح في ايه؟ في الرام. طب في انهي حته في الرام؟ الحته اللي بعد الاكس. اللي بعد الاكس. طب هو ما كانش ينفع نحطه في الاكس؟ برنامج اكس ينفع، بس لو حطيناه في الاكس هيحصل ايه؟ هيمسح الاكس، هيتحط فوقيه صح؟ مين بقى اللي يقول له يتحط بعد الاكس؟ مين اللي يقول لبرنامج واي اتحط بعد الاكس؟ عاوزين برنامج تاني وسيط، هو دوت الايه؟ الاوبريتنج سيستم. كاش دي هاردوير. الاوبريتنج سيستم. يبقى الاوبريتنج سيستم هو اللي هيعمل ايه؟ هو اللي هيعمل، يبقى الاوبريتنج سيستم هو اللي بيعمل مانجمنت للريسورس. يبقى لو كان مفيش اوبريتنج سيستم كنا عشان نشغل اي برنامج هيشتغل في الرام نيجي نشغل ممكن يكتب على اللي قبله. تمام؟ يبقى الاوبريتنج سيستم هو اللي بيعمل لنا مانجمنت. المانجمنت بقى ده على مستوى الريسورسز كلها. يعني ايه؟ يعني لو عاوز تخزن ملف الويندوز هيعرف مين الحته الفاضيه في الهارد ومين الحته المليانه. لو عاوز تشغل برنامج في الرام هيعرف فين الحته الفاضيه وفين الحته المليانه. لو عاوز يبدل يعمل سويتشنج ما بين برنامج وبرنامج هيقول للبروسيسور في الثانيه الفلانيه نفذ البرنامج الفلاني، وفي الثانية الفلانية نفذ البرنامج التاني. يبقى هو دوت دور الاوبريتنج سيستم. دور الاوبريتنج سيستم هو يعمل كنترول ومانجمنت للريسورس. الريسورسز دي هي ايه؟ ممكن تكون هارد ديسك، ممكن تكون رام، ممكن تكون التايم بتاع البروسيسور. تمام كده؟